خلص فهمنا. بس انت هلا عم تشتغل شيء؟ هي عم تقول لك المشكله مشكله فلوس. يعني ما قالتش انه ما بتكرهك، بس قالت المشكله مشكله فلوس، انت مش قادر تعيل الاسره كلها وهي عايشه مع امها وماشي الحال. طب ما ايه المشكله اللي انا ارجع مش هرجع تاني. انت مش هترجعي تاني، بس انت قلتي لي قبل انه المشكله، قلت لك اذا صار عنده فلوس، ولانه المشكله فلوس. كان بقى كانت فلوس كان الاول، هلا مش فلوس. شو المشكله هلا؟ تكرهي ما عادش زي الاول بقى. ما بتحبيه بقى؟ بس ما طلقته بعد لهلا؟ ليه مش عايز طلق هو؟ ما انا طلبت منه هو ما مش عايز. لانه متمسك فيكي ما بده يطلقك. ليش ما طلقته بعد؟